ما كنت شغوف انت في الدراسه؟ ما كملت لا والله كنت العب مع اي وقت، كنت في كل الحصص العب رياضه وقتها. لين المتوسطه وخلاص؟ اي لين المتوسطه. بعدها ما حاولت تكمل؟ لا خلاص اخذت المعسكرات والنادي. لا ما كنت احب الدراسه اصلا وقتها انا، يعني كان عندي الرياضيات والانجليزي اكرهها كره. كان في يوم مدرس مصري الرياضيات ومدرس سوداني قصير، فلما وقف عنده يا ويران ابعد عني، يعني حسبني بالطاقة ما بديت مستحيل يعني. بس انه لين دخل مدرس الرياضيات العويران سمير وعيل عمار العمار، تفضلوا في ناس عاوزين يدرسوا اولادنا، انتم مش عاوزين تنكتوا. فهو الحين يدخل منين؟ احنا نطلع نمسك المقصف، في مقصف المدرسه يعني نمسك المقصف. تبيعون ولا تاكلون؟ نبيع فيه، لا نبيع وناكله. نطلع من عند الفراش الله يذكره بالخير، والله كان الفراش جيزاني مؤدب، يقول يا ولدي اجلس ادرس يا سعيد، انت طيب وكذا، لكن كله خارج 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 خارج. واترك عنك الاثنين السود، يعني اللي معي، معي اثنين برضه خوال يعني زيي، بس اقول اترك عنك الاثنين السود هذول، من بيضه الحين تقول اثنين السود. فدائما يعني سهالات مخلي الدراسه. كان في مدرس الله يذكره بالخير محمد الجابر، الى يومك معانا يجي الاستراحه، يعني درسني ابتدائي انا ويوسف مدرس رياضه معانا، كان يلعب لي تنس امثل منتخب المدرسه، مدرسه واحد وامثلها طائره وقدم. يعني ما في وقت للدراسه. إيه هذه كلها تلعبها انت؟ نعم كنت العبها مع المنتخب. تنس ارضي ولا تنس طاوله؟ لا تنس طاوله. فرحت المتوسط نفس الشيء، ممدوح العسال اللي درس النعيمه صالح، نمسي عليه صالح انه لاعب كبير طبعا، وصالح الشنيفي برضه كان معانا يفرش فرش يعني صراحه مدرس. هذول درسوا قبلي يعني في المدرسه، هم في الخطاب، بس انا جيت بعدهم يعني هم اكبر مني سنه. فيقول لي سعيد انت اسمع كلامي بس، مصري ممدوح العسال، انت خليك في الكوره بس، اي فصل ينزل يلعب العب معه، والعب في المنتخب امثل المنتخب، واحيانا اجي التكميله البس التكميله والثوب من فوق افسخ بس انزل مع الفصل. فكنت احب الكوره يعني، ما كنت احب اني ادرس، خاصه الانجليزي والرياضيات.